البنك. والله الحمد لله عملوا لي 170 جنيه في الشهر. حاسس ان انا هبتدي احقق كل اللي في دماغي. ايه اللي في دماغك؟ مفيش حاجه خالص، بس حاسس ان انا ان شاء الله هستقر. بقول لك ايه، انا شايف ان ان الاوان ان العيلتين ياخدوا معاد يتعرفوا على بعض. تاني يا طه؟ ضلعتي خدوا بعض. شايف ياض البودي بيلدن؟ بودي بيلدن؟ ده انا كنت فاكره مصري زينا. شايف جسمه بيلمع ازاي؟ هو ايه عنده تانية ولا ايه؟ حاطين مرهم؟ ده زيت ياض، مش فاهمك انت. زيت زيت، بس انا شايف جو الزيت ده بيستهويكي. مستهويكي؟ اه. ولا ايه؟ محبش البص في الهوا. انا نفسي والله، بس عشان البودي بيلدنج. فرحانه بشويه عيال دهنين نفسهم زيت. اذا كان على الزيت خير ربنا كتير. المهم مش الزيت يا رحاب، المهم الرجاله اللي بتدين. يا ام طه الكلام ده ما ينفعش. انا عطاك هدوم دي اهلي مرتين مش مواضيع. اصل انا عايزاكي تخسي، التخن ده مش كويس عشانك. بقول لك ايه يا وليه، انت احنا في التخن الخساسان ولا في الهدوم اللي انت بوظتيها؟ خلي ابنك العجل ده ما يعليش صوته عليا، انا مستحمله بس عشان في بيتي. برا يا وليه قرشانة انت، ده احنا لو قعدنا عليكي هنسفلتك. يا في حاجه يا اما؟ العيال دي غلطوا فيا. الواد ده معاهم؟ الواد ده ضربني. ولو انا دخلت هيضربني. الناس في بيتنا يا معيك شكلك غلطانه. يا واد اتنحرن يا واد، بقول لك العيال دي غلطوا فيا. سامي الشاب وحليب جاهز لو عايز يقول لي. لحظة واحدة. خلاص اتفضلوا، وما تنسوش كل واحد أخذ استمارة يجي لي أنا يوم السبت عشان الاختبارات. مش مهندس الاختبارات عبارة عن إيه يعني؟ عبارة عن إيه؟ أنا آسف، اختبارات لياقة لباقة حداقة. هاتوه. لازم يكون عندك حس قبله تشم المجرم وتجيبه وتحقق معاه وتطلع منه المعلومه. يلا يابا يلا يابا، انا جبت اللبس وهظبط نفسي وكله جوه تمام. يلا نعمل اتفقنا عليه. شركه ايه دي اللي انت هتشتغل فيها يابا؟ قلت لك 100 مره الاستماره اللي انا جيت بيها بتاعت شركه ضباط امن. ابنك هيبقى سكيورتي ضابط امن، واحتمال يسالونا في شغل المباحث. يلا والنبي هتشوف ضابط مباحث 100 100. حيوان اديني البيت. عفاف، الولاد رجعوا من المدرسة؟ الواد ايمن عامل واجب ولا لا؟ ايه؟ طب تلاتة بالله العظيم لو ما عملش الواجب اقسم بالله العظيم لا افرغ الطبنجة كلها في دماغه، فاهم ولا لا؟ غوري. طب يا عفاف انت طالق بالتلاتة. انت يا صول الزفت. يلا. رميها هنا. اقفل الباب وراك يا بابا، اقفل الباب. طبعا نسيت الوش ده. ها عارفه ليه؟ لان النضاره واكله نص وشي. بس انا هفكرك. اسمك ايه يا وليه؟ اسمي نانسي. ابتدينا نكذب. جاي في ايه يا وليه؟ في الميكروباص. ابتدينا نستظرف. بص يا نانسي، البلد مش ناقصة هي كلمة واحدة، هقول سين الاعترافات نزلت. عارفة ليه؟ عشان لو انكرتي هشوهك، فاهم ولا يا باشا؟ والنعمة انا مظلومة. اخر مرة تقول الكلمة دي بتستفزني جدا، بكرهها. كلكم بتقولوا كده وانتوا قتلة سفكة. تعالوا ليه سين، اخر مرة رفعتي حواجبك كانت امتى؟ صدقني ما عملتهاش في حياتي. عارفه ايه ده؟ ايه؟ ده موبايل. اقسم بالله العلي العظيم ورحمه امي وابويا لو ما اعترفتي لفجره في دماغي وحملك مسؤوليتي. خلاص هعترف. خلاصي الداخليه كلها مقلوبه مستنيه عايزه تعرف اخر مره رفعت حواجبك امتى؟ قبل 11 سبتمبر ولا بعد 11 ايلول؟ مش فاكره.
مش فاكرة، اقسم بالله لا فكرك ذكريات من يوم ما اتولدتي، من يوم ما اتولدتي. ها امي هترجعيني للاساليب الواطية اللي انا شخصيا بعشقها بحبها، فاهمة ولا لا؟ انا بريئة يا بيه، يا بيه انا بريئة يا بيه. ده وقته. الو يا دوح، زعلان من امك؟ انت بتستعبل يلا؟ اوعى يا ممدوح حرام، الام دي احسن حاجه في الدنيا يا ممدوح، هي اللي غسلت، انت ما بتلبس هدوم نظيفه يبقى من امك يا ممدوح، هي دي الام وما بتغسلش كده، لا بيجيب الابيض لوحده والملون لوحده، انت فاكر ان هي بتغسل كده وخلاص؟ لا 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 مستحيل، بتفرز الشرابات عن الفانيلات عن القمصان، استحاله تغسلهم مع بعض، ولو هما غسلته مع بعض بصراحه تبقى معفنه، بصراحه دي هي اللي حمت وهي اللي صرحت وهي اللي فلت، تخيل انت تقعد تمسك بني ادم تفليه، حاجه مقرفه جدا، بس الام ما بتعرفش، ليه؟ عشان اولادها، وهي اللي زارت وهي اللي جرت وهي اللي جرت كده كليله. يا امه هتموت امك يا واد. يا امه افهمي بقى، افهمي، مبادئ السكيورتي هي اللي هتخليني احمي اللي زيي واللي زيك واللي زيهم، اللي زيي واللي زيهم واللي زيك، يا مجنون يا ابن المجنونه، اوعى كده. يا نهار اسود، محدش فاهم حاجه. انت يا صول الزفت. ايه يا واد يا ابن الكلب، انت يا جسمك، انت وش اللي انت عاملها لنا دي يا مجنون يا ابن المجنون؟ يا بابا ما لازم اتمرن يا بابا. اتمرن على ايه يا اخويا؟ الامتحان بكره. انا هوريك بقى الامتحان اهو، خش. بريء بريء. عبود الدبس وسيد كلازا. الدور السادس عند مين؟ ايه يا عم انت الاسئله دي؟ طالع لمدام صح؟ شكله حرامي. نشوف بخصوص ايه؟ بخصوص صح؟ اه طلع صالح بوتجاز. معاك كارنيه؟ اه شفت، معلش لسه ما عملوش نقابه للي بيصلحوا بوتجاز. ده جاي يتريق علينا. مش بقول لك لسه. بص يا حبيبي، بطاقتك خانه المهنه مكتوب فيها ايه؟ ايه يا عم انت الجو ده؟ اطلع معايا اسالها هتقول لك ايه اللي طلباني. هطلع معاك. لف حوده دبانه، ما تدخلش العماره لحد واحده بالليل. مساء الخير يا مدام سحر. مساء الخير. الافندي ده بيقول انه جاي يصلح البوتاجاز لحضرتك، المعلومه دي حقيقيه؟ ايوه ايوه فعلا هو جاي يصلح البوتاجاز. ادخل. طب احنا كنا عايزين نعرف. مش مهم يا طه، امشي. في معلومات لازم. مش مهم. مالك يا طه باشا؟ قال لي كده. قال ليه؟ ده انا هموت، الواد بتاع البوتاجازات بقاله ساعتين عند مدام سحر بيصلح البوتاجاز، انا خايف عليها جدا. بقول لك ايه، ما تعرفيش تجيبي لي نمره جوزها؟ الو اخيرا ساعه الباشا، انا اسف لازعاجك. ايوه يا فندم، بس في واد بتاع بوتاجازات جه في شقه حضرتك دلوقتي بقاله ساعتين يا فندم. اه مدام سحر جوه. ايوه انا خايف يا فندم انبوبه البوتاجاز تفرقع فوق وشهم ولا حاجه. ايه يا فندم، حضرتك خدت البوتاجاز تصلحه بره؟ اه يعني مفيش بوتاجاز فوق اصلا. فهمت فهمت، اكيد المدام بتاعت حضرتك جابت الولد ده تعطف عليه، انت عارف ازمه الشباب مفيش شغل. ايوه ايوه دي ست قلبها طيب، الست بتاعتك والله قلبها طيب قوي، كان من يومين هنا في نجار جابته عطفت عليه، وكان في كهربائي بتعطف على كل الناس والله، ربنا يبارك لنا فيها. لا خليك يا فندم انا موجود. طب حضرتك جاي؟ براحتك يا باشا براحتك، مع السلامه، في انتظارك يا باشا، مع السلامه. ست طيبه قوي، ما تقلقش يا باشا ان شاء الله المدام هتبقى زي الفل. استنى يا طارق، المفتاح مش عايز يفتح، والمفاتيح كلها اتفكت وحاجه. خد جرب ايه بس، وريني بس. ادي ايه بس يا اخي، اتنيل على عينك. باب بنت زي ده بالظبط، انت وش بيبان زي دي بقى يا اخي؟ حرام عليك، ما عندكش اخوات بنات؟ النهار بالسود، الواد شكله بيعذبها. يا نهار اسود، بقول لك ايه يا طه؟ ايه فندم؟ ما تيجي ندي الباب كده. يلا بينا. يلا بقى. يا متوحش، الصوت جاي من هنا. زكي اوعى تفهمني غلط، هي دي اخرة العشرة يا واحد يا زبالة يا سفلة يا سفلة. يا حلبة يا حقيقة، لو سمحت ما تتدخلش انت خالص، اول ايه السكيورتي اللي في العمارة اللي حواليها؟ فضحتيني فضحتيني، ابص رجلك عندي امتحان، روحني روحني. ايه انت ثانوية عامة ولا كلية؟ سنة كام والنبي؟ قول لي قول لي قول لي. بقول لك ما تتدخلش. ايه؟ انا اتفضحت يا طه. ما تخافش يا باشا، سرك في بير، مراتك اشرف ست شفتها في حياتي. والله ما هعمل كده تاني، دي خامس واخر مرة يا زكي. خامس مرة يا سفلة يا واطية. الله يخرب بيتك، فضحتيني يا شيخ. لا اتفضحت ايه، سرك في بير يا زكي بيه، الحقونا ناس. شوفوا اللي جرى لزكي بيه، الراجل الكبار المحترم اللي ساكن في 20 زكي زكي في الازاريطة، الراجل اتفضح، مكتبه احسن مكتب في اسكندرية، في 29 ابراهيم زكي على البحر. انا معجب بيك جدا يا طه. الست دي كانت مسوقه سمعة العماره. اه دي يا ابني. أيوة. يا باشا رب.
يا عفاف الولاد رجعوا من المدرسة؟ اه الواد ايمن عامل واجب ولا لا؟ ايه؟ طب ثلاثة بالله العظيم لو ما عملش الواجب اقسم بالله العظيم لاجي افرغ الطبنجة كلها في دماغه، فاهم ولا لا؟ غوري. طب يا عفاف انت طالق بالثلاثة. انت يا صول الزفت. يلا. ارميها هنا. اقفل الباب وراك يا بابا، اقفل الباب. طبعا نسيت الوش ده، ها؟ عارفه ليه؟ لان النضاره واكله نص وشي. بس انا هفكرك. اسمك ايه يا وليه؟ اسمي نانسي. ابتدينا نكذب. جايه فيها وليه؟ في الميكروباص. ابتدينا نستظرف. بص يا نانسي، البلد مش ناقصة هي كلمة واحدة، هقول سين والاعترافات نزلت. عارفة ليه؟ عشان لو انكرتي هشوهك، فاهم ولا يا باشا؟ والنعمة انا مظلومة. اخر مرة تقول الكلمة دي بتستفزني جدا، بكرهها. كلكم بتقولوا كده وانتوا قتلة السفكة. تعالوا ليه سين، اخر مرة رفعتي حواجبك كانت امتى؟ صدقني ما عملتهاش في حياتي. عارفة ايه ده؟ ايه؟ ده موبايل. اقسم بالله العلي العظيم ورحمة امي وابويا لو ما اعترفتي لفجره في دماغي وحملك مسؤوليتي. خلاص هعترف. خلاصي الداخلية كلها مقلوبة مستنية عايزة تعرف اخر مرة رفعت حواجبك امتى؟ قبل 11 سبتمبر ولا بعد 11 ايلول؟ مش فاكرة. مش فاكرة اقسم بالله لا افكرك ذكريات من يوم ما اتولدتي، من يوم ما اتولدتي. ها قومي هترجعيني للاساليب الواطية اللي انا شخصيا بعشقها بحبها، فاهمة ولا لا؟ انا بريئة يا بيه، يا بيه انا بريئة، بريئة يا بيه. ده وقته. الو يا دوحة، زعلان من امك؟ انت بتستعبل يالا؟ اوعى يا ممدوح حرام، الام دي احسن حاجه في الدنيا يا ممدوح، هي اللي غسلت، انت ما بتلبس هدوم نظيفه يبقى من امك يا ممدوح، هي دي الام وما بتغسلش كده، لا بيجيب الابيض لوحده والملون لوحده، انت فاكر ان هي بتغسل كده وخلاص؟ لا 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 مستحيل، بتفرز الشرابات عن الفانيلات عن القمصان، استحاله تغسلهم مع بعض، ولو هم غسلته مع بعض بصراحه تبقى معفنه، بصراحه دي هي اللي حمت وهي اللي سراحت وهي اللي فلت، تخيل انت تقعد تمسك بني ادم تفليه، حاجه مقرفه جدا، بس الام ما بتعرفش، ليه؟ عشان اولادها وهي اللي زارت وهي اللي جرت وهي اللي جرت يا امي هتموت امك يا واد يا امي افهمي بقى افهمي مبادئ السكيورتي هي اللي هتخليني احمي اللي زيي واللي زيك واللي زيهم اللي زيي واللي زيهم واللي زيك يا مجنون يا ابن المجنونه اوعى كده